مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في أولى حلقاتنا من برنامجكم البيوت أسرار. في البداية خليني أحب أرحب بزميلتي همت. أهلاً بك يا همت. أهلاً بك يا نغام، وأهلاً بالسادة المشاهدين. النهاردة موضوع حلقتنا مختلف جداً، موضوع في غاية الأهمية، موضوع خطير جداً. عندنا موضوع عن تأثيرات السوشيال ميديا، إن الوقت من ذهب ووقتك لا يقل شأناً عن وقت الآخرين، ويجب علينا أن نستخدم الوقت بحكمة، ويجب أن ندرك دائما أنه قد حان الوقت لعمل كل ما هو حق. خليني أقول في الأول أن أنت ليك دائما بعض الوقت بتقضيه مع أخواتك، مع أصحابك، مع أصدقائك، مع أهلك في البيت، ويبقى ليك دائما وقت لهدوءك النفسي. وفي البداية عايزين نعرف مع الأستاذة همت إزاي بيحصل الإدمان للسوشيال ميديا وتأثيراته علينا والتسبب لينا في التأثير المالي والهم والحزن. ازيك يا همت؟ عامله ايه؟ ازيك يا عمتي؟ عامله ايه؟ عايزين نتكلم بقى يا همت عن ازاي الناس بقت مدمنه سوشيال ميديا، من اطفال لكبار لكل الاعمار. اول حاجه عايزين نتكلم فيها ازاي بيحصل الادمان عن السوشيال ميديا. هنتكلم بصوره مش عمليه، مش علميه قوي، بصوره بسيطه. في هرمون، الهرمون ده اسمه الدوبامين. الدوبامين ده هو مش المسؤول عن السعاده، لكن هو المسؤول عن الحافز. بمعنى ان الطفل او الراجل او ايا كان اللي بيستخدم السوشيال ميديا بيمسك الموبايل بتجيله مكافئات، بيتفرج، بيبتدي يتفرج على اي حاجه بتجيله حاجه، فالحاجات اللي بتحصل دي بتدي اشاره للعقل ان هو يعمل اشاره لافراز هرمون الدوبامين، وهو ده اللي بعد فتره العقل ذكي جدا. فبيعمل ايه العقل؟ بيبتدي يعمل حاجة اللي هو مش هيفرز الهرمون ده غير لما انت تمسك الموبايل ده. أصبح ربط ما بين الهرمون وبين الجزء ده، بقى عنده زي اضطراب كده، اضطراب. من هنا بيجي الإدمان، بمعنى ان ممكن نبقى عايزة تنامي وانت ماسكة الموبايل ما بتسيبهوش، تبقى حاجة زي مدمنة فعلا. إدمان. من هنا بيحصل عملية الإدمان. وكمان في دراسة اتعملت همت، الدراسة دي بتقول ان في حاجة في العقل بتنور زي بالظبط الناس اللي بتتعاطى المخدرات. يعني ازاي؟ مثلا احنا دلوقتي الناس بقت تحب تتكلم عن نفسها، تصور نفسها، تطلع بحياتها العائليه وصور وحاجات بتكون كلها طبعا فيك، والناس المفروض تبقى عارفه وعندها وعي ان دوت الحقيقه غير الواقع. هم ناس عاديه جدا بتتعامل جدا زيهنا زيهم، بيناموا بيكتئبوا. يعني في حاجات وادوار تانية لازم ناخد بالنا منها، وما نبقاش حياتنا دايما مؤثره على السوشيال ميديا عامه. يعني انا شايفه دلوقتي ان احنا حياتنا بقت متوقفه على السوشيال ميديا. انا هنام ادخل احط بوست، انا صاحيه انا صحيت، انا هعمل كذا وهكذا وتتوالى. طب عايزين نعرف برضو ايه هي اعراض يعني الادمان، ازاي الناس تعرف ان انا بقيت مدمنه السوشيال ميديا، اعرف ده ازاي؟ بمعنى ان احنا بنحاول بقد بوقت طويل قوي بنقعد على الموبايل. احنا لو قعدنا 4 ساعات في اليوم معناها ان احنا قاعدين حوالي 60 يوم. يعني 4 ساعات في اليوم بس معناها ان انا بقعد 60 يوم في السنه. طبعا الناس بتقعد اكتر من كده بكتير، كل ده وقت ضايع. ان انا بيبقى ورايا حاجات كتير قوي ما بسيبها، وبفضل قاعده على السوشيال ميديا بتصفح حاجات ملهاش اي لازمه. يعني ممكن بكون داخلة على موضوع معين، الموضوع بتفضلي سرحانة، بتفضلي قاعدة ساعة اتنين تلاتة، ما بتقدريش تتحكمي في الوقت. وهنا بيبقى هو ده الإدمان. والأخطر، واللي هو يعني ياريت يكون هو ده أهم نقطة في موضوع حلقتنا واللي بكلم فيه الأمهات بالذات، الأطفال. الأطفال فعلا نسبة التركيز عندهم بتبقى ضعيفة جدا. بمعنى أن أنت لما بتطلبي من الطفل يروح يجيب حاجة ينساها، تقولي له حاجة يجيب لك حاجة تانية. صح، ده وبيؤدي للكسل السوشيال ميديا. يعني مثلا ممكن تطلبي حاجه مثلا من ابنك او بنتك، انا عايز حاجه اصلا مش قادره اقوم، لان التفكير كله والعقل كله واقف ان هو على ان هو يقعد يتفرج على التليفون، هو قاعد على التليفون، انا عايز العب، انا عايز اتفرج على الفيديو كذا، وخصوصا اليوتيوب والريلزات. دي حاجه مشكله، ان كمان يا ريت الحاجات دي المحتوى اللي بينزل يكون محتوى محكوم، انما احنا كمان مفيش حاجه محكومه. الاطفال، احنا برنامج بيقولوا بيوت اسرار، احنا اصبحنا مفيش بيوت. لا، مفيش اسرار، مفيش بيبان، بقى حياتنا الشخصيه مفتوحه جدا. وكان في مثل كان بيقولوا زمان البيوت كالقبور، فيما معنى ان البيت انت ما تعرفيش اللي بيحصل جوه القبر ايه. طبعا دلوقتي لا، البيت بقى مفتوح. طبعا. صور، اكل. وعايزه كمان اقول حاجه يعني مهمه جدا، مش كل الصور اللي بتنزل دي صور حقيقيه، مش كل السعاده اللي الناس بتبينها ليكم ان هي بتسبب لينا اسباب كتيره جدا هنتكلم عنها دلوقتي وهنقولها بالتفاصيل كده مبسط،
ان ده حياتهم، لا دي كلها حاجات فيك. هم طول الوقت هم بس عندهم الخبره والكاريزما والحته ان هم عارفين يصوروا، عارفين يتكلموا، عارفين يظهروا قدام الشاشه، عارفين يعرفوا يجيبوا الناس، يجذبوا الطفل، يجذبوا الكبير والصغير وهكذا. وكمان العناوين يا همت، تاخدي بالك انت من العناوين. ما هي بصي هقول لك، العناوين والصور اللي بتيجي في الاول. الموضوع وصل يا جماعه ان دخل البيوت في اوض النوم، ان اصبحت ناس بتصور في اوضه النوم، وفي ناس اتقبض عليها بالفعل بسبب حاجات زي كده. وبعدين انت طفلك ماسك، انت مش عارفه هو بيتفرج على ايه. صح. الموضوع بعدين السوشيال ميديا مش في الموبايل. السوشيال ميديا كمان او تاثير التليفونات والبرامج كتيرة. والبرامج والتلفزيون والاهم، تويتر، فيسبوك، برامج كتير جدا احنا مش هنذكر اسمائها. خلينا طب نتكلم بقى عن الاسباب اللي بتؤدي بقى لنسب الاكتئاب بسبب التاثر المالي، الحزن، الهم، الاكتئاب، اللي خلانا ندمن السوشيال ميديا ونبعد عن حياتنا ونبعد عن الخليقه اللي رزقنا بها ربنا في الارض. انت خلقت لتعبد الله وتعمل مسيرتك في الحياه، تمام؟ مش عشان ان انت تفضل عارض حياتك وان انت بتعمل حاجات اصلا ملهاش علاقه بالواقع اللي انت عايشه. خلينا نتكلم عنها. اول حاجه احنا بنقابلها في حياتنا يا همت الخوف. عايزاكي تكلميني عن الخوف. يعني مثلا انا واحده مثلا خايفه من بكره، ببقى مثلا قاعده خايفه بكره هنعمل ايه، بكره في ايه، بفكر دايما في المستقبل. بيحصل هروب. اللي بيحصل ان هو بيحصل اي خوف بتبتدي تتجه للهروب. صح. واكتر ناس بتقعد على السوشيال ميديا الستات البيوت. ما بيبقى عندهم مثلا يعني انا اكتشفت حاجات كتير جدا من واقع الحياه حواليا كتير، ان انا مثلا بقعد اصل انا مخنوقه ومكتئبه، فانا بقعد اتفرج، فبفضل اعمل رول اقلب على اي حاجه بلا هدف. بلا هدف، ما هو ده الادمان. بلا هدف. ان انت بتقعدي على السوشيال ميديا بلا هدف، ان انت داخله عشان تعملي حاجه معينه، بتلاقي نفسك سرحتي ان انت فضلتي مستمره، سواء كان استفدتي او ما استفدتيش. صح. وبعدنا عن ربنا. يعني احنا مثلا احنا خايفين من بكره. طب خايفين من بكره ليه؟ ايه اللي في بكره؟ بكره ده بتاع ربنا. مش خوف بس، انت النهارده يومك تشتغلي فيه. ده بيأثر على النظر. على النظر فعلا بسبب الاشعاعات. بيأثر على التركيز. مفيش تواصل اجتماعي دلوقتي. انا عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه، ببعتها لك رساله على السوشيال ميديا، مفيش تواصل. لا ايوه، قلت فعلا صله الرحم والود والكلام ده كله. بقت العلاقه بين الاثنين واي حد وبين الثاني عباره عن رسائل، عباره عن ويا ريت حتى رساله حتى نصيه، دي بتبقى رساله كده على الواتس او حاجات زي كده. وده الواجب، انت عملتي كده الواجب وتمام. مفيش تواصل. ودي اخطر حاجه في السوشيال ميديا، هي عدم التواصل. بتبقي انت موجوده وسط عيله وكله موجود، بتلاقي اكتر سن وسن المراهقه قاعدين معانا ومش موجودين. الاطفال دي قاعده او الشباب دي قاعده مش موجودين معانا، تيجي تكلميها فتبص لك هي قاعده قدام الشاشه، ما بتبصلكيش، هي مش معاكي، هي مش موجوده في هي موجوده جسديا. حاجات ده هي مش متواجده معانا. حتى على الاكل ده، حتى مثلا لو انت نازله مثلا في مطعم بتاكلي مش عارفه ايه، تلاقي الناس كلها قاعده على التليفون، انا منتظره الطعام يعني الاكل ينزل. هو ايه اللي منتظره الاكل ينزل؟ طب ما انت قاعده مثلا في قاعده مع ولادك، مع اصحابك، قاعده حلوه، انت ممكن نسيب التليفون دلوقتي ومعانا الوقت. عارفه ان في اماكن في امريكا ممنوع دخول الموبايلات عشان تقدر الناس تتواصل كده، هم مع بعض. متقدمين. يعني في اماكن عشان يحصل تواصل ما بين الناس وبعضها ممنوع دخول الموبايلات. صح. يعني انا نازله انا وانت نقعد مع بعض في كافيه، انت ماسكه الموبايل وانا ماسكه الموبايل، طب ما كنا نخلي كل واحده فينا في بيتها. طب يعني ايه رايك التواصل بقى في المقارنات؟ يعني انا اشوف ان ناس كتير جدا، يعني مثلا بلوجر بدون ذكر اسماء، بسبب المقارنه بتطلع بذهب، انا الله اعلم ده قشره ولا فيك، تصور نفسها بالذهب والناس بقى تخش والله اكبر وايه. يعني انا بحس كده، يعني انا ساعات بخش عيني كده بتخش على الحاجه، وبعد كده انا بشمئز، بيحصل لي حاله كده من الايه، لا انا مش امشي، مش عايزه اتفرج، حسيت باكتئاب. ما هي ظهرت لي، ما هي بقى ما انت عندك، هي دخل زي السرطان كده الفكره تفشى. بصوا يا جماعه، اللي بيجي يتصور ده زينا كده، اكيد احنا مستعدين لتصوير. هما برضو لما بيجي يعملوا تصوير ساعتين، هما مش بيصوروا لنا ال 24 ساعه، ده هما ساعتين او ساعه اللي بيصوروها لنا، فبيبقوا مركزين لابسين ايه وبيتكلموا ازاي وبيعملوا ايه، المكان اللي بيروحوا يتصوروا فيه مش دي حياتهم الطبيعيه، هما مش كل يوم في المكان ده. صح. مش كل يوم بياكلوا الاكل ده، مش كل يوم. وبيولد عند الناس حاله من عدم الرضا. طبعا طبعا، هو ده اكتر حاجه، لان دي مش حقيقه. وبعدين بصوا يا جماعه، في معلومه عايزه اقولها، يعني ربنا عطانا 24 قرات. ال 24 قرات دول متقسمين، ما هو مش ال 24 كلهم مع بعض. في واحد يقول لك اصل انا ما عنديش ولاد، ما انت ربنا مديك صحه. ما هو ال 24 مش متقسمين 1 2 3 4. في حاجات كتير، حاجات قليله، فال 24 ربنا مديهم لنا، كل واحد اخذ ال 24 بتوعه بالظبط، بس متقسمين صحه، جمال، ثقافه، تعليم، اولاد، مال، كل حاجه فعلا. حب الناس، حب الناس ده من ضمن الرزق. والوقت يا همة رزق مهم جدا علينا بقى، وربنا هيسالنا على الوقت.
بالظبط في وقتك فيما يعني افنيت وقتك في ايه، هتسال على اولادك، هتسال على حياتك، هتسال انت لو انت ما تقبلتش الرضا من جوه ان كل اللي بيحصل ده على السوشيال ميديا وان ده ظاهره حدثت. طب زمان ما كانش فيه الكلام ده، انا زمان افتكر واحنا صغيرين كانوا دايما يقولوا لنا ايه، ما تتفرجوش على التلفزيون والنور مطفي عشان في اشعاع مضر ممكن يضعف عينك، ممكن ياذيكي، هتتعمي. كنت خايفه اتفرج على التلفزيون، يعني ممكن اتفرج عليه كده شويه واقفل بسرعه، اللي هو خايفه. مش عايزين نظلم السوشيال ميديا كلها، احنا مش هنعمل. لا صح، السوشيال ميديا فيها حاجات مهمه جدا. لما انت تطلعي لي على السوشيال ميديا برنامج لابسه كذا وعامله كذا وعامله كذا، ده انغام مش حد تاني، مش انا، فبالتالي انا ما استفدتش منك حاجه. انما لما تطلعي مثلا تعلميني ازاي لبس، تعلميني ازاي اعمل ميك اب، تعلميني ازاي العب رياضه، تعلميني ازاي اعمل حاجه، افيد بمعلومه، هو ده استفاد. لان انا مش طالعه اتفرج عليكي او اشوفك انت معاكي ايه او بتعملي ايه، انا عايزه استفاد. صح. في برامج كتير فيها في برامج تعليميه، في برامج ترفيهيه بس مفيده، في ناس بتطلع تتكلم في مواضيع مهمه نستفادوا منها. وبرده من تاثيراته يا همت ان حصل للناس التفكير والقلق الزياده، يعني مثلا ان الواحد بيبقى دايما مش مرتاح، مش هادي البال، يعني مثلا في وقت مثلا ما بتبقى نايم قاعد بيفكر طب انا هخش على كذا، طب انا هعمل ايه، طب انا عايز اعمل زي اللي عمل ده، طب انا عايز اصور فيديو زي اللي طلع صور واشتهر وعمل فلوس. والناس بقت مدركه ان خلاص انت هتخش على السوشيال ميديا، انت عايز تعمل فيديوهات، انت عايز تدخل تجيب فلوس بلا هدف، يعني بقت دايما بيعلوا السعي على بعض. بيعلوا على بعض وبيقلدوا يعني بعض. انا مثلا طلعت النهارده عملت فيديو كذا، انت عشان تعالي عليا فبتطلعي تعملي حاجه اكتر. الناس مش كده. صح. الناس في بيوتها مش كده ولا. صح. الحياه ناس كده، ناس بسيطه جدا، ناس بسيطه والحياه بسيطه. ولو عندك وقت يا دوب على فكره، يعني احنا لو قسمنا وقتنا ما بين ولادنا ما بين شغلنا ما بين حياتنا يا دوب، اذا كان بقى في حاجه استفاده روح للحاجه اللي بتستفيد منها. وحاجه تانية برضو همت عايزين نقولها، ان السوشيال ميديا على قد ما فيها مفيد جدا، مثلا انت لو عايز تخش تعمل بحث، عايز تخش تشوف معلومه، عايز تخش يعني ممكن تعمل ده مثلا كنص ساعه في اليوم، انا دخلت اخذت واكتسبت الخبره اللي انا عايزاها، او اتعلم اللي انا عايزه، او اسمع اخبار معينه مثلا عن البلد، ابقى ملم باللي حواليا. بس الناس دلوقتي بقت في حته فوضى، يعني ازاي؟ فيما معنى انا خلاص بدي لاولادي التليفون، انا مثلا عندي شغل عندي، فانا عايزه اريح دماغي. فالموضوع ده اثر، انت ذكرتي دلوقتي ان اثرت قوي على الاطفال، عايزينك بقى تعرفينا طب نعمل ايه عشان الامهات تبدا تسحب واحده واحده، يعني ده غلط. يعني انا اتفرجت على لقاء مع فنانه مشهوره منى زكي، كانت طالعه في بودكاست قريب، سالها يعني استاذ عمرو اديب، بيقول لها انت بتدي ولادك قد ايه الوقت في التليفون، يعني التليفون في وقتا، قالت له ساعه واحده في الاسبوع. لا انت بتتكلمي ازاي، انت جاي تضحكي عليا. قالت له والله هضحكي عليك ليه، انا فعلا بدي وقتي ساعه. طب هل مثلا هي ما شاء الله فنانه ومشهوره وبتعمل شغل وعندها حاجات واعمال، فمش راميه اولادها؟ عايزين بقى ندي نصيحه للناس ازاي تتعامل مع اولادها في البيت. بصي، علاج ادمان السوشيال ميديا للاطفال يختلف تماما عن الكبار. الاطفال في ثلاث حاجات، اول حاجه فيهم نحاول نوجههم للقرايه. صح. هيبقى الطفل في الاول رافض تماما ان ياخد الكتاب او يقرا، بس القصص. زي ما احنا عملنا ادمان للسوشيال ميديا هنعمل له ادمان للكتب. احنا اللي بنعود فعلا، بنعود. دي عاده بنكتسبها في الاول، هيقول لا ومره اثنين ثلاثه لحد ما هيتعود. وانت طبعا الام معاه في اختيار الكتب وفي اختيار النوعيه اللي بيقراها. تاني حاجه مش بي دي اف يا همة، خدي بالك. انا مثلا بقول ايه، انا عايزه اقرا كتاب كذا، طب ما تخشي تجيبي بي دي اف، يعني بي دي اف انا ادخل على الموبايل انزل الكتاب خلاص. احنا انا عايزين نقرا ده كتاب، ده ضر جدا. لا احنا عايزين نقرا كتاب فعلا، كتاب بمعنى نمسك كتاب ونقراه بعيد عن الاضاءه حتى بتاعت الموبايلات والكلام ده. تاني حاجه الرياضه، دي نقطه مهمه جدا 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 فعلا، نحاول نمارس الرياضه بالنسبه للاطفال وبرده للكبار. تالت حاجه ان احنا نحاول نتحكم في الموضوع الطفل، ان احنا نخلي الموبايل ده مكافاه بدل ما يبقى عاده، هنحوله مكافاه. يعني لما تعمل كذا وكذا 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 هتحصل على الموبايل، يبقى اصبح الموبايل بدل ما هو بقى عاده بقى رغ، يعني مثلا ايه برضو لو ممنوع مرغوب، بس اللي هو ايه مكافأة. هو انا هدي لك نحصل عليها ساعه حلو تتكلم. ساعه مش هنقوله ساعه في الاسبوع لان ده يعني صعب شويه، بس بالتدريج، يعني مثلا هو بيقعد 8 ساعات في اليوم، طبعا ده نقل. في نسب اعلى من كده بكتير، وده نقلها دراسات عملتها وابحاث في جامعه هارفارد وجامعات بره، ان طبعا ساعات كتيره جدا. فانا هبتدي معايا عامله بالظبط اكنك بتسحبي منه مخدر، اكنك بتسحبي منه جزء مدمن، يعني زي بالظبط البني ادم المدمن. هو خلاص بقى هو حاسس بالسعاده وهرمون السعاده عنده اشتغل مع السوشيال ميديا. الطفل احنا بنحاول نساعده، طب احنا بقى ككبار، لا احنا ككبار وضعنا مختلف تماما. صح. في حاجات كتير خالص بنعملها، من ضمن الحاجات اللي احنا بقى بنفكر ازاي نطلع من الادمان للسوشيال ميديا فعلا،
حاجات زي ان احنا نحط التطبيقات اللي ليها لازمه. الاشعارات مش كل الاشعارات ورا بعض ورا بعض، لا الاشعارات اللي ليها لازمه عندك. نخصص وقت معين ان احنا نمسك الموبايل ونرد فيه. ما اعملش ما ادخلش على يعني ما يبقاش عندي صفحه ناس كتير او صفحات كتير احاول انا ادخل عليها، لا خليني حاجات معينه بحيث ربع ساعه ادخل هشوف كل الحاجات اللي انا مهتميه بيها هتطلع هشوف ايه الجديد اللي فيها، مش هيديني مساحه ان انا اشوف حاجه ثانيه. تمام. حاجه ثانيه الكنترول بقى. بمعنى ان في قواعد بنعملها، ممنوع ماسك الموبايل اثناء الاكل ولا قبل النوم ولا بعد النوم، ده هيفرق كتير جدا 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 جدا. ولا المكان اللي انا قاعده فيه طول ما انا قاعده الموبايل جنبي. صح. يعني نعمل زي الموبايلات بتاعت زمان يا جماعه، يعني الموبايل الارضي كان بيبقى موجود في مكان على الترابيزه بنضطر نروح لحد هناك عشان ناخده. زمان كنا دايما برضو بنقول كل حاجه زمان جميله، كل حاجه ايام زمان حلوه، ايام زمان ما احنا السبب، يعني احنا اللي عملنا كده في نفسنا، احنا اللي دخلنا حاجه اتعملت لاسباب بحثيه وعلميه واكتسابات مهارات وحاجات تفيد الانسان عامه، بس استخدمناها بشكل سلبي، استخدمناها عشان نطلع ترند، استخدمناها عشان نحط صور. يعني انا ساعات افتح الفيس ايه ما الاقي حاجه تضايقني، طب انا داخله عشان اتضايق ولا داخله عشان استفاد؟ انا داخله عشان اشوف حاجه تضحكني، حاجه تبسطني، معلومه دينيه، اسمع عن ديني، اسمع. في ناس دخلت عملت ترند عشان بتشتم ابوها. لا دي حاجه ومع ذلك صعبة. ومع ذلك ده بيزيد. لا وانتشر الكلام مع الولاد، وللاسف بقى يهمك اللي زعلك طلعت في مسلسل، يعني في مسلسل في رمضان بدون ذكره اسماء المسلسلات، الولد قالها في الشارع في مسلسل، ومسلسل ناجح ومشهور جدا. طب ليه ده؟ لا ما هو الاطفال بتتاثر قلنا بالسوشيال ميديا والكبار، ما احنا اللي احنا الاثنين، بس احنا السبب الرئيسي. الاهم حاجه ان احنا نقدر نتحكم في الاطفال ونتحكم في نفسينا. اصل احنا يعني بصي في تجربه كانت اسمها تجربه صندوق سكينر. صندوق سكينر ده عباره عن ايه؟ عباره عن كان عالم امريكاني جاب حمامه حطها جوه صندوق وخلى الحمامه دي تنقر فينزل لها الاكل، فهي فهمت ان تنقر الاكل ينزل، خلاص كده الموضوع بالنسبه لها مفهوم بقى سهل. دي حاجه تجربه مش جديده ومفهومه يعني. العالم حب يغير، قام عامل ايه؟ بقى يديها الاكل في اوقات وكميات ملهاش علاقه بالنقر. بقت تعمل ايه؟ بدات تنقر بشكل مستمر سواء كان في اكل او ما فيش اكل، يعني بقى بالنسبه لها ايه؟ عاده. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده اللي بالظبط زي الات القمار. الواحد بيلعب وعارف كويس ان هو ممكن يكسب وممكن ما يكسبش. انا هخسر اصلا. نفس القصه مع السوشيال ميديا، ان انا بمسك الموبايل وعارف ان انا ممكن مع التصفح في حاجه هتعجبني وفي حاجات مش هتعجبني، بس ما بستمر. في برضه يهمك قريت عنوان على السوشيال ميديا، يعني انا شايفه الفيديو ملوش اي علاقه باللي جواه. جذب، نوع من انواع الجذب. طب هل ده كده كذب؟ يعني كذب وحاجه عشان اشد ده واشد ده مفيش عشان مفيش رقابه. مفيش رقابه، مفيش اي رقابه. السوشيال ميديا مفيهوش اي نوع من انواع الرقابه، مفتوح. وده اللي ده الخطر لاولادنا، ان الموضوع مفتوح، ان ممكن تخشي ابني بيتفرج على حاجه فتدخل له حاجه انت مش موجوده كمان معظم الوقت معاه. فعشان كده بنقول يا جماعه الاطفال 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 صح هم الجيل، وهي دي اهم حاجه. الاطفال والسوشيال ميديا ده موضوع خطير جدا، بيأثر عليهم وعلى تاثيرهم، ولو صغيرين في السن قوي بيأثر على اللغه. صح بيأثر جدا، بيأثر فعلا جداً. وبيأخر الكلام، وبيأخر الكلام، وبيعمل زي بيزود لو الاطفال عندهم نسبه فرط حركه توحد مشاكل ثانيه بيزيد جداً بشراهه جداً. بشراهه من ضمن وبيخليه مش اجتماعي يا همت ومش قادر يتعامل مع المحيط اللي حواليه. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، من ضمن اسباب علاج التوحد او مش هنقوله علاج، شيل خالص السوشيال ميديا ونبعد عنه، نخلوه مكافاه زي ما احنا قلنا لو عملت كذا، لان التوحد بيبقى فيه نوع من التدريب على تنفيذ الاوامر. فلو نفذت الامر 1 2 3 4 ها اديك الموبايل كنوع من المكافاه. فاحنا عايزين على قدر الامكان نحول المكافاه من عاده للحصول على المكافاه، لان هو نفسه يكون مكافاه لعادات ثانيه اكثر صحيه. ولازم كمان يا جماعه يكون عندنا وعي، وعي ان ده عالم افتراضي، عالم كله ابلكيشن، حاجات مكتوبه متسجله، سيتنج جواه بتحطي صوره بتحطي كلمه، كلنا ناس طبيعيه، كلنا بشر، مفيش حد اعلى من حد، مفيش حد. هما بقى بيفتخروا بالنعم وعايزين يظهروها. عايزه اقول كمان على حاجه حصلت في برنامج، المشكله انها مش حقيقيه. انا داخله لو حقيقيه مفيش حد مبسوط يا جماعه، مفيش حد مبسوط 24 ساعه. ما الناس همت بقى بقت بالكور ان انا عايزه اعمل زي ده،
انا عايزه اطلع اصور، طب انا عملت اكل حلو، طب انا اصور، طب انا اصور بيتي النهارده نظفت. انت بتنظفي لنفسك، انت بتعملي بيتك لنفسك ولولادك ولحياتك، دي حياتك اللي بتبقي سعيده فيها مش بتبقي مكتئبه فيها. مش لازم ابقى زي دي واعمل زي ده واعمل لنفسي جو من المشاكل والهم وادخل اكتئب وادخل ابص على ده وابص على ده، مش بالمقارنات بدل خالص. بدل ما اخش اتفرج على واحده بيتها جميل، ادخل اتفرج على واحده ازاي تعمل يعني واحده طالعه انا عامله كيك، انا مالي حضرتك عامله كيكه ولا عامله، انا مالي. انما لو قلتي لي الكيكه بتتعمل ازاي يبقى انا استفدت. ايوه بالطريقه والمقادير. انما انت عامله كيكه لا يهمك، ده انا رحتي كلتي في المكان انا حماتي اتطلقت بسبب الاكله دي. انا طب انا شفت فيديو بقى على قناه مشهوره، ده برضو حاجه من الاسباب اللي زعلتني لسه وانا جايه الصبح والله بقلب كده لقيت فيديو بكاء فنانه مشهوره اسمها جليله محمود تقريبا، بكاءها وما تعرفوش وهي صغيره عملت حصل لها ايه، ما كانتش تعرف اللي هيحصل لها. جالي فضول قوي ايه اللي حصل لها وايه هي عشان تدخلي وتشوفي. مش هتصدقي ولا اي حاجه. بتتكلم عن الحسد وان الله اكبر ابنها توفى بسبب الحسد والعين، هي المذيعه اللي قدامها والله يهم التعبيرات الله يرحمه. انا مش مصدقه. طب انت ما زعلتيش؟ هي بتقول لك انا اتقل في وشي كلمه، انت معاكي، هي معاها ثلاث صبيان وبنت، فراحت قالت لها انت اللي زيك، الكلمه اللي اتقالت لها كده على طول، انت اللي زيك خلف صبيان، انت مالك، انت مالك تخلف صبيان تخلف، يعني انت مالك خليكي في حال حضرتك. يعني هي بتخلف صبيان فجاه التليفون جالها ابنك عمل حادثه وتوفى اولى جامعه، انت متخيله 18 سنه بس الموت. هي بتعيط بقى في المذاعه بتقول لها ربنا يرحمه. انا بصيت كده طب انت مش زعلانه؟ يعني انت مش متاثره؟ انت عادي يعني. بصي السوشيال ميديا وصلتنا انت بس قاعده انت عايزه تطلعي حد، فهي بتتكلم عن موت ابنها، بتتكلم عن مصيبه من مصائب الدنيا، من حقيقه من حقائق الدنيا. هي ما بتتكلمش معاكي عن صوره فيك وابني كان طالع يتصور كده وبنتي، لا ده بتقول لك ابني مات بسبب حسد اتقالت لي في وشي كذا وبتعيط. فحتى المشاعر مفيش. لا ما المشاعر بقت خلاص مشاعر جامده جداً. ولو على المشاعر الجامده يا جماعه يعني اكيد احنا بنتفرج طول النهار على اطفال في غزه، يعني الله المستعان ربنا يا رب يا رب يكرمهم يا رب ربنا ينصرهم ويقويهم وينصرهم. مصر انا عزيزه يا رب. عادي يعني انت بقول لك على حاجه، انت عارفه ان في بيقولوا في مره حصل زلزال او انفجار في مكان، الناس اللي اتاثرت في المكان الناس طيبت بخاطرها وحصل لهم نوع من الدعم النفسي، الناس اللي اتفرجت على الموضوع ده اتأثروا أكتر وتعبوا أكتر، بل بالعكس اتأذوا نفسيا أكتر من الناس اللي كانت جوه الموقف نفسه. يعني الناس اللي عاشت التجربة أما حاليا دلوقتي الموضوع عادي. مفيش مشاكل. يعني أنت أصلا ساعات بتتفرجي على حاجة زي ما إحنا كده بنقول ده فيك، ففي ناس بتتفرج هي مش عارفة إذا كان ده حقيقة ولا كذب. وفي حاجة كمان برضه يهمك، يعني حد كان بيتكلم معايا في الموضوع ده من قريب بيقول لي بالظبط إن من أسباب المشاكل في البيت السوشيال ميديا والتليفونات وقد طبعا. احنا لو احنا فتحنا اصلا في الموضوع ده يا جماعه هنتكلم في حاجات كتير جدا جدا جدا، ومش هن طبعا منهم جرائم ومنهم العاب حصلت واطفال قتلت لعبه مريم والعاب كتير جدا، ومثلا زي مثلا واحد قتل امه بسبب شاف مش عارفه ايه على النت فهو جرب، وحادثه حصلت عن في بلد من بلاد الخليجيه ان في طفل اتفرج على فيلم فشاف ان شنق نفسه وبعد كده رجع تاني عايش، راح جرب نفس التجربه وتوفى بالفعل. يعني هو يهمك انت متخيله اتاثر بقد ايه بالبطل ولقى البطل عايش، فانا هعمل ده فانا هرجع لده تاني. لو طفل عمل كده احنا حاليا دلوقتي لو سالتي اي طفل في الشارع فين بقى الرقيب عايز تطلع ايه هيقول لك مش هيختار غير ممثلين الاكشن بس. لا مش ممثلين الاكشن بس يهمك. وبعدين استني. رمضان يعني رمضان بسم الله ما شاء الترند الله والفلوس انا عايزه ابقى في السوشيال ميديا، كل المسلسلات كلها بلا استثناء، يعني اسمحي لي اقول لك بلا استثناء صح، كلها كانت عباره عن ابطال بياخدوا حقهم من غير قانون بالعنف بالدراع بالدراع يعني الموضوع بقى ايه نظام عصابات الشوارع. يعني حصل قدامي موقف انا عايزه اذكره بجد لاني اثر فيا بالسلب جدا. كنت في كاتب كتاب وفي مدينه العاب اطفال، طفلتين بيلعبوا اطفال يعني كان من ضمنهم اولادي، انا نزلت الاولاد وواقفين كده على جنب، شفت موقف صعب جدا والله والله زي ما بحكيه بالظبط. هم كانوا اربع اطفال بيلعبوا، نزلت طفله منهم فطفله ضربت طفله او خبطتها، يعني انا بالظبط ما شفتش الطفله ضربتها ازاي بس هي خبطتها او ضربتها، اطفال بيضربوا بعض عادي جدا. راحت الطفله اشتكت لوالدتها، ماما انا ضربتني بنوته كذا في المكان كذا. تيجي الام انا مش انا ما توقعتش التصرف ده،
تيجي الام اطلع باباها طبعا وقف ووالدتها اطلعي اضربيها وخدي حقك زي ما ضربتك. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا استغربت يعني، انا مثلا انا لو حصل معايا موقف زي ده مثلا انا ممكن اروح لباباها او والدتها، طب هل ينفع كذا؟ الام ممكن تضربها او ممكن تعاقبها، ممكن تعمل حاجه تانية بسلوك سوي. عملت ايه؟ البنت طلعت قدام مامتها، والام والاب على فكره يعني كانوا في موقف يعني انا بكن لهم كل الشكر والاحترام والله بجد، انا مش مصدقه ان هم صبروا على حاجه زي كده. البنت طلعت جابت البنت من شعرها، والبنت ما سابتش حقها، ضربتها يعني اصلا اللي هي اتضربت اتضربت تاني. ما سابتش حقها كده، خدت حقك. لان احنا هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، السوشيال ميديا اثرت على ايه؟ انت تجيب حقك بدراعك، ما فيش رقيب. ما هو مين الرقيب بالنسبه لنا احنا الحكومه؟ هم لا، ما فيش رقيب. فالموضوع يا جماعه السوشيال ميديا وتاثيرها موضوع خطير جدا، ويا رب تكون حلقتنا كانت مفيده بالنسبه لكم، ونكون خفاف عليكم، ونوعدكم بحلقات تانية افضل في برنامج البيوت اسرار. شكرا.